الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، باب اليقين والتوكل، الباب السابع من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي. الباب السابع، باب اليقين والتوكل. يقين إلا لي ما دو إلهي ما أرنك اللودي بتولى تلا صارتو بو بابي هاي يقينتو وقفك إنو جارو هبال إن إلهي سبحانه وتعالى وحبك عندي سيكو جيران قف مركو جار هير سيدا سوكالا سرتيني ريا وكل سوني بوحدة إلهي سبحانه وتعالى وكو قبو وحن وحله بيني إلهي با بلن قاد بلن تسيدي ذو إلهي با لبري أجابي تانكو أما إجابة وإيمان إسا إلهي با وحله ويدي سجا أجيب يقين تقف كنو هكا جار. قال الله تعالى إلهي وحير ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. دقالكي أحزابته markii ay muuminiinta ay arkeen nimankii huwanta ahaa ee ciidankii isoo baxaystay oo daafaha ka kala yimid iyagoo hunguriyeynaya inay darba qaasiya dirbaaxyo lama hadmaamaana inay liqsiyaan dadka muslimiinta halkan ay ku wiiqaan dacwada iyo baahitaankeeda, ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyay muuminiinta markay arkeen nimankii cadowga ahaa isoo baxaystay jawaabtay bixiyeen waxay ahayd hada ma wacadana allah warasuuluh waxaan filaynaba wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa inoo yaboohay wasadaqa allahu wa rasuulu ilaahi rasuulkiisan runbay inoo sheegay wamaa zaadahum ila iimaana wa tasliima. Nimanka issoo biirsigooda iyo wararka ay soo qaadeen waxaan iimaan ahayn iyo isu dhiibitaan ilaahay isu dhiibaan wax kalema kordhin. Qofka muuminka marka halka munaafiqa ay yiraahdeen marka munaafiqiinta markay hadlayeen oo ilaahay maa wacdana allah wa rasuulu ilaa quruuran إلهي رسولك سيوحينا الله هاي المؤمنين باتين إلهي باهي لينين هاي لكن كذا يبان بين نقول قري لما كان نقول أنت نو شيء هل كمؤمنين تؤيدها إن وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما هذا ما وعدنا الله ورسوله مركب قفك مؤمن كأ وحول بما إنه يقين كزي سدى الله ربا نمبر لبا. وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. marka la hadana dad baa u yimid waxa la muuminiinay kuwana dagaal kula jirtaan waa isu soo baahisteen oo isoo urursadeen war xooga dib u hakada fakhshawhum bal ka baqaw dib u gurta iska ma dhicin kartaan dad uba dhigi kartaan ma ilaah ma kuxure fa zaadahum iimaana arrinkaaba iimaan buu u ziyaadiyey meesha ay biqi lahaayeen baqa u soo gel lahaa dib u goran lahaayeen إيمان بوزيادة وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إله ما نغفلا إساقنا الله لا تلصارته وعدنا تلصارته إساق أولا إله ما كفلا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسوا مسوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هل كان وحيك على لابتين نعمة إلهي إدارات إلهي لم يمس جملة داس لم يوما دخلت عليه لم يوحي أي رابتي وحي يا لم حال أنو حبسوا قارن بين لابتين واتبعوا رضوان الله إله راد عن شير إله راد عن شيء سير راعي والله ذو فضل عظيم إله سبحانه وتعالى وقال له فضلي وين مركب أصحبه طلنا مركب على قاعة مرحلة كلوي ولي رموز مؤمنين أي لما كان اسكمع لي كرتان اللابت مركبة إيمان بوزياز. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت تلا صار الله النور لأن لمنين إلهي دنو الحيل وعلى الله فليتوكل المؤمنون إلهي من هطلع صارت نضد المؤمنين إلهي دنو الحيل فإذا عزمت فتوكل على الله مركات قرآن جارس إلهي ترى صار. والآيات في الأمر بالتوكل وفي الإمام النووي آياتك قصة أروري أين فرين إلهي لا ترى صارت كثيرة وبدين معلومة ولا يقال. وقال تعالى إلهي سبحانه وتعالى وفي من يتوكل على الله فهو حسبه قفك إلهي تلا ذودي بتاي سيا كفلا أي كافيه. وقال تعالى إلهي يحيي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ومنين تلا شيقي لبتأ
waa kuwa markii ilaahay la xusuusiyo ama aayaadkiisa la sheego qulubtoodu ay baqdo. aayaadka ilaahay marka lagu dul aqriyo markii ilaahay la xuso qulubtooda ay baqdo marka aayaadka ilaahay lagu dul aqriyana iimaan kororsada ilaahayna tala saarta. والآيات في فض التوكل كثيرة معروفة آياتها قصة أرور فضلك إن إلهي لا تلا سارتنا وحو آد بأبذين ما نلا قرانا يا أبو الإمام من دول. إذن هل كان وحالا يقاتي أما لا يفهم يا إن إلهي تلا الله لو ديت فرق بقى مركب قد حي وحاجة لبك المدود توكل يتواكل بأجر توكل أه إنه قفك أسباب تليم shaqadi u kala u kala aad duruusti aqri dadaal oo shaqayso dadaalkaaga bixi arrinkan ilaahay u dhiib kaas tawakkal baa lagu magacaabo tawakkalka waa qofku inuu asbaabta ka tago inuu iska seexdo yaa allah hadaa suguro ilaah ma aragtay kan intaas ilaah kan isii ilaah imtixaanka i baasi ilaah shilimaadka ii soo tuur waxana ma qabanayo marka tawakkal nimankii intuu imaam cumar bin khataab radiallahu anhu amiirul mu'miniin uu arkay qaliya meel iska fadhiya وان شقاء الدارين وان اسكفا دي وان محالة هيدان متوكلون على الله بيدان إلهي بان تلاد او ديباني هل كان اسكفا دي إلهي بان اوكي دبتون انتو باشي سلا صبحي قرون كوتي انتو الأقل بيوحي أنت بل أنتم متواكلون كو اسدك تيباتين إلهي ميدان تلاد او ديباني إلهي تلاد ان لو ديبت معنى دوان محي أسباب تلا إمو وذلك سوى مالي دان إلهي بيوحي يري بايدها ما قلنا لكن نصوص تي كفهمي معرفة الدلالة أن كل الجرعي وانا صيدة صح دعا نصوص تو حلقة فهمي يقف انت الدلالة طلعنا إلهي وليت وأما الحديث مركة هذا من وشك التوكل يقين توام حي مركة إلهي وليت وين تكسر حتى مركة عاد إسكت عاد عيسى إنه سن إلهي كل ضيع عيني جعمها تريد أنت إلهي إنه سن مرنا أضو فرم مرن كسوع عيني يعني ماشي سد كيس كيس كم إذا مركي ما أنت القضية دي سامها الله يقترا أو تاسو كيس مال صاري بلود دي بكل يبلغ سعر la operation ka soo ma qalinkiisa waxaa loo dhiibay dhaqtarka uu qatarsan oo ba Norgordon number 1 ama Europe oo dhan number 1 ah oo lagu yiqaan inuu xaqalo ta Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka faylka hor dhigti wadanta Allaah marka Ilaahay hor dhigti waana ka seexan kartaa laakiin dadaalna aadan ka harimo hadithu waxaa kamid ah fal awwal hadith ka tadabat in afarat an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala wa fi qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam uridat alayya al-umam wa hal ii bandiga umaraha markuu nabiga sallallahu alayhi wasallam leeyahay bandhigay waa sida marka maanta screen-ka inta wax lagu tuuro oo ma aragtay aad halka ka arkaysay shaashadii waxba ay ku muuqdaan umadii baa leeyahay bandhigay bandhigay fa ra'aytu an-nabiyya nabi baan arkay wa ma'ahu ar-rahd wa ma'ahu ar-ruhad ay la socdaan kuwo ruhadka maxaa lagu magacaabaa waa dad 10 ka yar dad carabiga ar-ruhad ama ar-rahad hadii la dhaho waa cadad 10 ka yar nabi انت راسي سنه اي 10 كيل والنبي ان النبي نوان اركي ومعه الرجل والرجلان ولصعد هل اما لمن الرجل والرجلان هل يلا من بلص هل يلا بلص انت ابو النبي نبي اها وحشيغي لو وقف بالراع والنبي نوان اركو وليس معه ام لسع احد افلا صعد امر كامله كلي بس تاجن هل كان مركه وحا ماشي كاغه مقضى إلهي جل وعلا وحن نقو أدون صدي ماها ثمرة مرها إنك لا نمو الدين لكن وحن نقو أدون صدي تبليغ إيجار سنت أدوك داعي وحشاك بالمين لكن يا الرمي يا كنت لقيستي يا وحكاب برتي يا صا إسلام هل هو درس دامه هو شاس إلهي بقى تعالى لكن ما أنت هدام كل حساب تمام إرهاده أنت هسام وحشيك يا صا إسلامي يا وحبرتي تاسو ماها تا ادو لو ما درسن نتيجه الى سبحانه وتعالى اسكله نبي كان هوشي لو سو درو غبت نينا تبنيا رمي نينا ميد بار رمي من كل جيبو سعدان الى سبحانه وتعالى مرك هوشي او درتي نبي كان اسو سيستا او صبح يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين ادو شغلك واخ جارسيو مرك وظيفه الدعوه واه جارسين تو ماشي لكن النتائج ماذا يترتب عليها ان وحنا يلمها مركو خير والنبي نوان ارك وليس مع واحد عد لجفتين جيرين اذ رفع مركاسا وحال لصوك وحال كوريال لي لي كوريال سواد مدو وعظيم وين
marka dadku markay meel markaad meel fog ka aragtid dad tiro badan madaxyadoodan baa kuu muuqanay, marka madow baa kuu muuqanay, waxaad moodaa hir oo marka biyo madow oo kale u muuqdaan dadka. Fadanintu waxaan moodi dadka tirada badan markii aan arkay annahum ummati ummadayda inay yihiin ummadayda baan isiri. Faqiila li markaasa waxaa la yidhi hada muusa kan waa nabi muuse waqowmuhu, nabi muuse iyo dadkiisi wey waa nimankii yuhuudda iyo imaha ummadaada ma, walaakin andur laakiin waxaad eegtaa oo fiirisaa milcisataa ila alufuqi jihada waa meesha barjaalayaasha horizons meesha fiiri fanadart markaasasa aan indhaha ula raacay faidaa sawaadun cadiim waaba madow aad u weyn. Faqiila li waxaa la yidhi undur ilaa hal jiho fiiriyey sooma oo hal maaragtay dhinac buu fiiriyey, undur ila alufuqi alaakhir jihada kalena fiiri haddana faidaa sawaadun cadiim markaasa waxaan arkay wuuri dad aad u tiro badan, marka madow weyn maxaa laga wadaa dad tiro badan. Marka dhankanna waxaa ka qabta dad tiro badan, halkana nabi maxamed wuxuu ku arkay dad tiro badan. Faqiila li hadihi ummatuk markaasa waxaa la yidhi waatan ummadaada, marka marka waxaa laga qaatay in ummadaynu ay ka badan tahay ummatu maxamed ay ka badan tahay ummadaha kale xagga atbaacda marka la dhaho. Waxaa nagu soo dhow nimankan hadda la sheegay laakiin الأتباع مركز الشيخ ومدينة أقبضا ومعهم وحاكر الله سعادة 70,000 تضبعات كن ويدخلون الجنة جنة قلية بغير حساب إيون لحسابين ولا عذاب عذاب أن المدينة تضبعات كان كن ولا سعادة. ثم نهض مركز وحين قضي النبي صلى الله عليه وسلم انت مركز الشيخ ويقول سيدا صلى الله عليه وسلم وسيدا صلى الله عليه وسلم ومدينة وحاكر سعادة تضبعات كن وأن الحسابين دون يوم القيامة عذابنا أن نسوين ونبقى إسكاهن قضاء دقاقي ما يشوك التقل. فدخل منزله مول بيسوس قال مكو أقل كيسي قال فخاض الناس ضدك وحيد أحد باشان في أولئك في شأن أولئك ضدك أرن كود يدخلون الجنة الجنة قال بغير حساب حساب لا ولا عذاب. نبقى صلى الله عليه وسلم هو إفاري قضي يضبه ما شكاني كذب نور دقاقة ضدك مرك وحيد بالله بأن إن النقاشان ويرهدان طلو يا هاي يا نقون كرام. فقال بعضهم قال مركو حيدا فلعلهم حلق يا الذين سحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سحب ليس أها كوا إنيهم بالله يا وقال كلمة وقال بعضهم قال كلا وحيدا فلعلهم حلق يا الذين كوا ولدوا في الإسلام إسلام كالغول لا يؤو فلم يشركوا بالله شيء إله وحبا أن لو ذا جن وحدد أن شرك ولقود أركم أو إسلام كقول الشيء بالله يا با وذكروا أشياء وحيات ربضاً بالشيء. يعني marka macallinka kalaaska ku jira markuu uu ma aragtay uu su'aal meesha keeno uu yiraahdo maxaad u malaynaysaan ama uu yiraahdo bal u qaata ma aragtay ka wada shaqeeya oo shaqo u qaata taas ka dhigta oo macallinka cabaar iska dhaqaaq ama is ardadu aragta in walmeed buu la dhacayo saxaabada rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam arrinkii marka wada niqaasheen wixii la niqaashaba qaar ba waxay yiraahdeen ama laga wadaa kuwii nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisa ahaa may waa kuwa islaam ku dhasho shirkiiba aanan arkin markii wax kasta la sheegay. Fa kharaja calayhim rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam nabiga usoo baxay faqaala wuxuu ma aladii takhuuduuna fiihi maxaad wax dabaalanaysaan maxaad ka hadlaysaan maxaad discussion ka samaynaysaan. Marka khaada yakhuudu qofku marka uu wixii u dhexgala wey oo matalan asal ahaan khaada fulaanu fi kada waxaas u dhexgalay waxaas u dhex dabaashay wixii luqa ahaan kelmaddu waa sidaa wey. فأخبروه مركز يوشين رسول الله أرنكي آتري بأنه كوذ هلليني ونوى بغلنبو أدقي. فقال بحيرهم كواس الذين كوي لا يرقون أن تفين ضدك كوم الطفان ولا يسترقون من تفد البان مركي حنوسيهم ولا يتطيرون من باسيستان وعلى ربهم رب قوذي يتوكلون تلصارتان. هل كما مركز مع بشاهدك baabka iyo xadiidka halka iska haystaan intaa buu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu laa yarquun walaa yastarquun walaa yatatayaruun riwaayad kale waxay ku dartay walaa yaktawuun aanu isgubaynin isma gubaan. Haddaba arruqya tufida in la tufo layskuna tufo nabigu way ka sugnaa sallallahu alayhi wasallam raqaa uruqya calayh نبي هو طفي وانا اللي طفي صلى الله عليه وسلم وحكم الجمع. لكن لا يرقون ولا يسترقون حلقه وضع درجه من التوكل وحي جار انهار
هدي حتى اي حرار ويهين او نفط اي سيد دين يسو بحيسو وحال لغو نلغو اقري ما دحيا مرك وح اوبشن وادي كو تعالى انا دادين وانا كيساني وحي الله سبحانه وتعالى اي كاني رقيا ما اسكومة طفايو كالي واقري ما دحيا يعني ما فرق شاني هوشاس واسمعين كرتاح مركا عيد كو دوديس مركا ملاح وح كو ديدي كر مركا ملاح ليش لانه هذا اختيارك انت وعلى ربهم يتوكلون وهم حي إله سبحانه وتعالى تلا صارته لكن قفك إنه القرآن ضق طفه أما كالي يقول طفه إنه يلا هذا حكم الجبن ويبنانته النبي قال سمي النبي صلى الله عليه وسلم سي اسكت في جري عائشة رضي الله عنها أرضاها أنا ويت المانتي إن النبي صلى الله عليه وسلم كو أقرين جري تمركي وحنو صدق أول سلادي إذن إنه اسكو أقرين جري تامرك وحكم الجبن وصمين كرتاي لكن أرنك أه إنه يصل لدرجة أنه لا يرقى أو لا يرقي ولا يسترقي ودرجة من التوكل أما أرك ولا يتطيرون يوضو ما صرفان تطنو حالي يلا يتطيرون ولا يتطيرون وباسيسي قفك مؤمن وحمون باسيس باسيس هو محينا لسكادة الحسين ما المقارة إي حالة قارة إي ضد قارة إي أزمنة قارة إنا أذي كل باتين إنا دهدي مثلا بالسفر أربعة أودن بيس لما قورو أوكلا habeenki uu kun lama kala qaato oo kale bisha fulan lama guursado oo kale habeen madow irbad la isma weydiisto oo kale sida midalan umadaha wali aad bay ugu dheereen qaar aan nambarada ay ka dhaxarkaan oo ilaa aan hadda nambarka 13 xarkaysa hotel dano inta leeg oo konton dabaqa 13 markii dowrka la marayo hayska ma laha wiishka ma laha 13 yani waa laga booda waa 12 14 baa loo gudba markii September ay dhacday nambarka 12 dadba iska dhaxarkay oo aan ogolaan 11 oo dhan ka booda qaar baa 9 ka booda kuwa tirada islaafka ka booda kuwa bini aadamka midabkiisa baaseys chinese oo kale markaan malaysia joogna haddaan dukaan ku kalaan waxna reema gali jiray maxaa waxay aaminsan tahay islaanta chinese ka meesha fadhida ninka soomaaliga ama madow ay ku soo dheelmado imaantaas oo dhan badacad ay fariisan doonto ay ramba soo bidon waxna reema gali jiray marka qaar baa marka nin wal meel bay kaga deganta mid baa wuxuu la hebala hebal waa bacaw kana fartoonaata كان اي في محاصرة ولا يتطيرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ليه ولذلك مرجع حديث في حديث يا الطير محل مقعبة وحا أسعت وحكاعي لي ضنبا الله هذا حسن حق كبع مرجع سمعت الحق هذا كبع حديث أما وحي أدوي ذا خلاص كده دي طير الله مقعبة وحا هذا سمين لين هدي كوكب بحسن الطير الله مقعبة مرجع الطيرة نولى ديدي وعلى ربهم يتوكلون رب قد التلصات فقام عكاشة وحال الشيخ ماشان arin bannaanka iska taalo baylaha ah oo la yiri janna la galaya toddobaatan kunna waa daba socdaan ba toddobaatanka kunna lama xisaabin oo cidaab ma laha markii la yiri in cukaasha la cukaasha ibn muxsin ba markii ba istaagay ibn muxsin xulu udcu allah ali ilaha ii bari an yajcalani minhum inuu ilaahi subxaanahu wa tacaala qolada igu daro inuu allah iga mid dhigo qolaas ii bari faqaala nabigu xulu anta min cukaasha waad ku jirtaa لين بافور مسوا ما بل أرق أنت كدمة ثم قام رجل آخر نك لا استاج هذا فقال ادعو الله لي ادعو الله أن يجعلني منهم إله إبر إنه إله سبحانه وتعالى قال لا إقام الدقو ويقدره نبي حكمة دي سأرك الباب كان هو حري سحابي كان من الجبين وضضني كمان بيجن مدي وسكفرا وفي سبقك بها وحكى جهر مري عكاشة كجهر مري متفقون عليه هل مر بيفرنج مركن الله جهر مري حديثاً قيبتي سيدنا محمد لقى قاعدنا يا ترتن كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير كقول ترتمي وحلو بعاني ونقول بيرا رسول الله أن إله إبر يسوع كل صوان عند عاد النبي صلى الله عليه وسلم إن سألوك أي داعي ينين كان صحابي كان نصيب كأولي عكاشة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نينك ما أركتي هذا الصحابي الجليل وهو إلى لي قلبي شو إلى لي مرك النبي يقول عليك هذا سالم أو بمعن oo noocan ma aanan ahayn ma qeyxna hadalka oo ma laha adigu kuma jirtaa duulihi laha kawar waa khalas yani nin dhan kale u dhici lahayd naga aamusa duulihi laha kawar duulihi laha mizaaki ciyaarta ka dhaaf shaqada dhihi jiro ka ma samayn laakiin wuxuu yiri sabaqaka biha cukaash waa laga hormar muttafaqun caleyh waruhayd bidami rraa'i ra'da oo la godo tasgiiru rahatin rahati oo la yiri luqada carabiga waxay leedahay wax lagu maala tasgiir وهم دون عشرة أنفس وحي طبعا كيروي والأفق الناحية وجيس والجانب لنا وعكاشة سيال الله شرح الله شق لي عيسى
بضم العين عين تلقذية وتشديد الكاف كاف كان والله الشذية وتخفيفها عكاشة أيضا للشذين وصورت عكاشة أي عكاشة لبضة بالنانته والتشديد ولكن إلا الشذو عكاشة الإيرادة أي أفصح فصيح سن تلقان إن تغوي الإمام النووي كل حساب تمايا وقتي أي جيرين آلة تايبينك أه أو هذا وح شق ليس كتاب كدي سيز الظهر دي أنو شقنا لان لهين سيدين كو أغان لهن مع كاشا مع وكاشا مع كاشا مع ك يعني بضم العين وتشديد الكاف دي مركو ليه وحو الربا إنو الضم بهاش السوق ما أنت أنا الحمد لله آلة دين وينو سقطي سايتها الإمام النووي المركب وكذا حذروه. الثاني الحديث الثاني من الباب والحديث الخامس والسبعون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول رسول كوهو ديهجري اللهم يا الله لك أسلمت أذان كوهو قان سمي وبك آمنت أذان كرمي وعليك توكلت أذان كتلصارتي وإليك أنبت أذان كصلابتي وبك خاصمت أي وبحجتك خاصمت حجة أذان كضوضي اللهم يا الله أعوذ من قلي بعزتك أديك شرفت هذا لا إله إلا أنت مد حق لو عبد مجري أديك موياني أن تضلني إن إلا مسبك من قلي أنت أديك ربو الحي كي نالباته الذي كاسو لا يموت أنا لمنين والجن جنك والإنس إنسيين إلي الكود يموتون ولمن متفق عليه وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري لفظيا يعني لفظ الإمام مسلم الإمام لكن البخاري يسوي صوغ به إذا دعانا إذا آت بيرونتي وأنك سنتهي واللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت ونوقفك يسوق مركا أولي ماذا إذا هل كمركا محل شاهد كان أسع أنه محي وحن أسع أني وعليك توكلت ألا كنت لصاتي نبي يقول الثالث حديث كسدحات ومن الباب الحديث السادس والسبعون من الأحاديث الواردة في الكتاب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يحيي حسبنا الله كلمة داءه إلهي بأن غفلا ونعم الوكيل مدلة لصارتنا ربي بأو أنا أكسنا هذا كلمة داء يضع حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة داس قالها كلمة داء وحايري إبراهيم بايري قرموي عليه السلام حين ألقي مرك اللغطور في النار نار تحديد وقالها وحايري محمد بايري صلى الله عليه وسلم حين قالوا مركي أي كيرا ذين ضدكي إن الناس عيدا كي قال ضعها قد جمعوا لكم ويش صوبها يستيانا ويشكس سبي سدانو ديال بين كسو وداني فخشون كبقا وكجم بضا فزادهم إلهي مركو حكر بإيمان وقالوا مركو حيرا دي مركي انت اللي قيري حسبنا الله ونعم الوكيل إلهي وان غفلا إساقانا نعم الله هذا وانك سنادا من مركا الله تلصارت كلمة ده مركا أفكار ولا براه حسبنا الله ونعم الوكيل مركا نحن حسبنا الله ونعم الوكيل أرن هذا سلالة حوجا مق حركة مق مق حسب الله يعني من الوكيل كل مدة مركي مركي بأفكار جاي صار دافتو هوش أسوأ لو ريدي فايل كاس ملك لو كل عيب إله سبحانه وتعالى لو ريدي مركي حسب الله يعني من الوكيل يعني حالات أضجوي نبي إبراهيم لو وضع دب كله كل حجرة دب دب كل حجرة قف حسب الله يعني من الوكيل محاكدا بمرك كل مدة مركي يكذب إله سبحانه وتعالى بتبادي بردا وسلاما على إبراهيم إلهي وحو غير لقاي بردا دبكي قبو اسكو بدلي هل قل ربي إنه قبنا وسلاما هو بدبادي نبي محمد صلى الله عليه وسلم إيه 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 عيدا كي سفر كتيرس كأها مركي قال يا كلا أني أبا بعديك عدد عدود با أي صوب بها يستيان الربان إنه مركي دي قيس قليان إيه لم بكت خلصان التاريخ ده كتر استران بيوحي لها حسب الله ونعم الوكيل جواب تبحين نقطة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إذن كلمة داس أفكار والله برا ونعم الوكيل وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما رواية كلا له إلى الإمام البخاري سند كابن عباس قال كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل كلمة دي أقود بيسي ويري نبي إبراهيم مركز دبك الله وطول كلمة أقود بيسي أفكيس كصواب بحدها وحقيقة هاي حسبي الله إله بقى وفلا ونعم الوكيل من لطلع صحة ربي بقى وناك سنادة مركة كان آخر قول إبراهيم مركة كان حسبي الله ونعم أو حسبنا الله وحسبي الله ونعم الوكيل جملة ده مركز حسبي الله ونعم الوكيل وحيث على المحل الرفع واسم كانوي
آخرنا وخبر كي كان وجملة ساس وكله الرئيس اللقاء هان. الحديث الرابع من الباب والحديث السابع والسبعون من الكتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد يدخل الجنة جنة وحا قلي أقوام ضد قلي أفئدتهم لا بهودو مثل أفئدة الطير سيد الشمبرها لا بهودو أكل إليه، يعني معنى ضد قلب جلع سوي أيضا. أما الحديث وقت المعنى متوكلون قفك إلهي تلا صارت ومتوكل وأنا قلب جلعيه حالك بعض أمرك شمبرتو شمبرتو ويك الله يسابولك كم بحيسا وحكه الرأي شق يسعود الدوام أسعود ما له حكه الرأي لما يقال الحديث كون نائما دونا إيضو بق لابان بيك الله يسا إيضو بق بوحي سوى الله بان يسا الحياة وحكه الرأي نمرك أمالها وحوقون دايسا مرك أمالها أدي ما أنتو حلقة يا با وصو من تهي أفر كاي ينا الملكو أكتهي يعني بلان كلا كل هذا ملك مرتقادا تهي مق مالو بالكو سارين قرام كاي لكن يو واساسو سوكر ضد مركو حاج جيرا قلوبتو لا معنى والغو فصله ضد إلهي تلا صحر تسيد شمبرح يا مو ضد حاج جيرا قلوبتو جلع سنت هاي لو هذا تفسير بمركا والله صارا لو هذا من نو نوش يروه مسلم قيل معنى متوكل وقيل قلوب رقيقة وجل عنتها. الخامس عن جابر رضي الله عنه جابر روح اللي قولي أنه جابر غزائن الدولي مع النبي صلى الله عليه وسلم جركي سحالي قبل نجد حق نجد ضد الله آدم فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو النبي صور قال علي قفل معهم ولا صلى الله بتسنى فأدركتهم القائلة قيلوا شدي باوحا كسوها على شيء وإن يرو حوغا ناب يرو لقاتو وهرق الما يرو عند قدوس يرو بعد الظهر في واد تك وادي ياسو كثير العضاء أو العضاء قد حيس بديه ويكي ماذا المال تك وقد حبضا فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد كالكاسي الدقين وهرية الدكتان وتفرق الناس ضدكنا ويكلا ويباهين ونقول مال بو دقائق اللي مركز تقل شوي ماذا ولا ولا الدقوا أركني ولا مال بو هذا يمد بحق حار حارني يمد بحق كل عام يمد مال بهذه يستظلون بالشجر يجو جيرها خاص حرصنا اللي جودوا هالم مال كلي ما لقيت بحق كل يمد بحق كل مركزات كي مركي ماشي هي اللي كتان واللي هلا قلنا السؤال كان لو قال وشدو نقول بو يسكت يجيت مرن أو خاص حرصنا كري إنه هذا. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كان يقول دقي تحت سمرة قد قبيت بهوس دقي صلى الله عليه وسلم فعلق بها سيفه مركز قيدي وحو صرتي سيفتي وتبو قيدة ساو صرتي ونمنا نومة هردان لبع نبي اللي أدى له دلنا فإذا وابا فإذا مركز فأفجأي وسبرايس وكذب فإذا وابا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون أنه يرأي يعني ماشي فرعون وكبير هذا ماشي سانو دقني هردان الله بعني إنه إسكه هردين بأمركي محمد كور هالني النبي إنه يري إنه باقي وإذا عنده وابا إيضا أكتيس أعرابي من غير ميرا بتاين فقال مركب في النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا كان اخترط علي سيفي سيفتي إلى الضفة وأنا نائم أنا هرده فاستيقظت وحن سوبر رجو سوين بدادي والحال هو سيفتي في يده جعنتي شيء كجرته صلتا حالي تأيضا قلب حسن باشو قل أن وذن وصاء ببرقيس إسوغو ستا أيا إن لها كلف ربي قال مركز سحيه رعي بيول هذا من يمنعك مني يأيك علين كرمات نبي نبي قصاص وجيفة والدالن يهي صحابة رسول الله نيوالو ميالبو نعي نيوالبو دالن يهي نين كان النبي كلي أسكو صبحي ميالبو وذتاين سيفتي النبي ماشي أسكو سرطان كم باب الضفاي ولدوا التاجين مركز يجيك عليك قلت حان ربي الله صدح جاري من خير الله ولم يعاقبه طبعا سيدة الموقتة رواية هنا من دقيقة الضمبة إن سافت إنت إستكرنا عليه ونبي عندي سيصاق الشيء سأل إلهي سبحانه وتعالى كبت بالي نبي طبعا ملكو كلاو ريجي وننكينا رنتي لطصي تبرتي سالكي جارسي سنتا إنه سحبا قادي كريم وأمام هذا التوكل توكل التوكل على رب العالمين احباب المسلمين حقيقة مركب اوغادي ولم يعاقب النبي وحقاوا ما مارين وجلس وسكفلس وسكعفي كور المركي من انتو اسكو ضيو
اسكو داي دلوي يعني هو شغل سهل ما اسكو داي انه ادي اما على الاقل كو هنجبه او وصمي انه كو هنجبه اما اسكو داي انه كدلو ادو اود لا فورد اتايمنت او حد انت كي يلي كرت انا دا ورسك دقاقنا الا في كده معناه كلو وان سهلني. وفي روايه وحا كسور قال جابر وحي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كان لجرنا بذات الرقاع غزوه ذا لو مغعابه فإذا أتينا على شجرة وحان كن مت جيد ظليلة جيد داسو ظليلة هربضا تاسو تركناها أن وقاتنا رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طبعا جيد اسكمد ما جيد بهر كيسو رنتي وافر كان نبي كان أدي النبي. فجاء رجل من المشركين المشركين كم إذا يمدوا وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم حالي سيف رسول كان معلق أي تامدي إذ كسر الله بالشجرة جيدي فاخترطه مركز الضفة فقال وحيد تخافني يقبق اسمي هذا يقبق لأن سيفتا قعنت يقول جلت قال وحيد لا كان بقي قال وحيد فما يمنعك مني أي أي كاعلين كذا قال الله بالنبي صلى الله عليه وسلم تانا وحيد مجنسة توكلك. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه رواية كالوحي الله ذهب قال إن لمن يمنعك مني يا أي كاعليني قال الله إني وعتنتي أن أسعدي فسقط السيف مركز رواية ضمن الإسماعيلي وحين سين يسا ديتيلسك يعني هاو كم اي كل عادي ايضا نيكا كسافت وشده والنبي يقول ودو التاغين يعب صحابة انا اقول مادين نيكي وماشا فالي يقول ليه والي اسكع فيه النبي يقول ليه حبيب ما جارسين مركي ويحي ماشا كان عاي وفاهينها وحين سين يسا قيب تنضم بي قيب تمركي وحي الله ذهب فسقط السيف من يدي سيفتي باقي عندي سكان عادي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف نبي قال رسولك قاتل النبي صلى الله عليه وسلم سيفتي بو قاتل صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعكم مني مركي نبي قال مركي سلي يا إيك عيلين كذا فقال نيك مركو حير مركو أرك باشي إني كل رجنتي ومركن جعنت يعني وجود جرو النبي قوته كن خير آخر مت سيف تقاتي مت قوة نكسر نقو إلا ذي مركان قوة نكسر نو. فقال النبي قال مركو تشهد من قريس أن لا إله إلا الله وأني رسول الله هذا من قريس إنه إلهي مبين إله كلا جرين أنا رسولك على إن أنا قال حير لا ما يبي ولكني أعاهدك لكن بالله محمد كقولك قال يا ألا أقاتلك إن أنا دجال كقصو قادم وكل الدجال لمن ولا أكون مع قوم يقاتلونك ضد كل الدجال لمن إن الله صفنا بالله بن كقولك قال يا فخلى سبيل النبي بس كداي. فأتى أصحابه صحابتي فقال وحري جئتكم نكى بعد هاي وحن إذن كجئيمد من عند خير الناس ضدك كان هو نفسه لو أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نكم كأرسن كذي مينيمم انت ويرو جارسين كروان حين يرى هذا شهادة اي مقاشي لكن اسلامكم ما على كره ما لسكم ما خصبه مركضتك له اسلامك الدعيد ضد الصورت بل وفا فيه ما له ما وقر قرى ساف بل وفا فيه ولا خصبه قل لا اله الله هديك لا سرك لا جري جري نمانك ما أبلي الحديث كما حديث صحيح او صغن تاريخ لنا كو صغن ما أردت قوصف لو بانا مركو الدعوة يسمح لي مركو كهل حديث آد بومبوني وصاقات وأنا حديث ماشي سلة نبي صلى الله عليه وسلم هدي دين دن حب إيوه هنجباد إيوه عقد جولين ذاك اللي هو جلني إن كان بمالك على لقسين لها شهادتين لكن دين تماه بقوا أنا إسألك صلب أذول قوله مركو هذا وحين الصين كلمات يوحير هذا الكا قافلة أي رجع كلمة قافلة رجع ومركو اللغة ده ستاندر كاوي وصدمه والعضاء أي الشجرة أي شجر الذي له شوك وأجيتك قد حاله والسمرة بضم السين بفتح السين لأساء وضم الميم سامو السمرة أي الشجرة من الطلح وجيدة وهذا جيد قبيتك وهي العظام من الشجر العظام وهي العظام من شجر العظام وأنا لفها جيد قبك له حق إذا كأها تقول واخترط السيف أي سله وضفه وهو في يده صلتا أي مسلون يسوى قلب أحسن صلتا بفتح الصاد صاء وضمها صلتا أي صلتا لغة ويكبرنات. السادس عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان مقلوه يقول له لو أنكم تتوكلون هداد تلصارا لهذين على الله إلهي حق توكله سيدا أي تهي إن إلهي اللي أطلع صارت هداد أطلع صارا لهيدين حقا لرزقكم إلهي وإن أرزق لها
كما يرزق الطير سيدة شمبرك وارزقه شمبره الطير شمبر نوع اللي كره شمبره نوع اللي كره على الجنس مدي بالطير الطير ولا اللي كره تغدو شمبرها سوي كالهان أما شمبرت وي كالهذا خماصا إذا بقلابا وبمعنى أحباء أن عنن وقع جيسا وتروح وحسوع الروضة وصلبت بطانا إذا على البحثة يعني مركي دقائق سنة على وش مجرو مركي صلى الله عليه وسلم يسوع دركت محايا إله سبحانه وتعالى تلا صارت رواه الترمذي وقال حديث حسن معناه تذهب أول النهار خماصا وحي بحيث مالك بالله قيس خماسا أي ضامرة البطون يرعى الله من الجوع قاد درتين وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون يرعى الله شئب حسنتين. السابع عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان هبلو إذا أويت إلى فراشك مركات فراشك أد ما يشير ربتين إلى سيحتين فقل بحات هذا اللهم يا الله أسلمت نفسي إليك نفسي إذا أذان كود ديبتي ووجهت وجهي إليك وجهي أذان كوسو جيدي وفوضت أمري إليك أمر كي أذان كوسو بندكتي وألجأت ظهري إليك دبر كي أذان كوما جنجلي رغبة دعيل أن جعل لها إرادين أن رادين أيو خير كأذيك أذهيسيد ورهبة بقذين وأذيك أن كابقى إليك أذيك لا ملجأ ما يلا ما جنجل مجرته ولا من جاء من المركة أيضا لما ينقل من جرتو منك أذيك الله من قال إلا إليك إن أذيك من قال مويان مركة ملجأ إي ملجأ ملجأ من الله من قال إي من جاء من اللي قبت بادو اللي قكرو اللي قبت بادو من جرتو أذيك الله ما بتبادي كرو من الله اللي قام من قلي كرو إن أذيك الله من قاله وأذيك بتبادي اللي قويد يستمويان آمنت بكتابي من ربي كتابك الذي كاسو أنزلت أسود الجسد سود الجسد ونبيك نوار رمي الذي كاسو أرسلت يا رسلته وأصادرت فإنك أدوك مرك النبي يقول مرك دردارا كسي إن مت من ليلتك هبينك وكاها داد مت مت على الفطرة الدين تي سحرة كل مت وإن أصبحت هداد وبريستن أصبت خيرا خير بعدها شيء متفق عليه وفي رواية في الصحيحين وحاكو صور عن البراء قال لي قال إني قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله ويلي إذا أتيت مضجعك هل كسيحاني سمركة مالي أما إذا أردت أن تأتي مضجعك معنى إذا مركز صرت سوكر في نوي سيساني معنى إذا ما مركز إذا أتيت أي إذا أردت أن تأتي مركرة إن اعتماد مضجعك هل كاد هرديس فتوضأ ويسيسو وضوءك للصلاة ويسذا آد ويسيساني سي صلاة ثم الضجع على شقك الأيمن كدمنا قصيح لنك ميديك وقل وحاتر هذا وذكر نحن مركز حديث هذا الشيء اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك أنت سؤالي ثم قال الحر واجعلهن آخر ما تقول وحوضا بيد لا له ورد كلها دو كهر لما يسو قرآن هذا آخر ما يسمى يسو لكن هن نقطة كلمة كلمة دو كوضا بيسا كذب من عندها جا مركا بدي إليها يهدك سين هرسي وذا الثامن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن القرشي التيمي رضي الله عنه هو أبوه وأمه صحابة إسق يا أبي هويدي أنتم صحابة رضي الله عنه قال وحيري نظرت وحكاها الله يمرك هجرة وحان إيجا إلى أقدام المشركين نمانك مشركين تا إنك إن بعد قوبي قوم ذو ذان إنها ساول الرعي ونحن في الغار إنه قدك كجرنا والحال هم يون على رؤوسنا ضلت كياك مرحا أي كبين هالكاسي تاني فقلت محن يا رسول الله رسول الله لو أن أحدهم هدي مت كم إذا نمانك كان إنك إن بعد جوبي نظر تحت قدمه لو يس جمدات هوس وصو وصو دكتور وصو إيجو لأبصرنا وبن أركي هاي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك أبو بكر ما لها قم حوية يا أبا بكر باثنين لبا لبا صو الله إلهي ثالث ما أسد حيو لبا إلهي سد حيو ميا ضب قنيسة متفق عليهم وتيه جرد أو أيضا مصام نور جر التاسع عن أم المؤمنين وحلقوا لأم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية ما قاعد سأل ديه جر أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته مركو قري سكبح قال كير هذا بسم الله ما قاعد إلهي بنكب الله
توكلت على الله إله بان الله صارتي اللهم يا الله إني أعوذ بك أديان كمجن جليا أن أضل إنا لومه أو أضل أما إن لإلوميو أو أزل أما إن أنسين بالرحضة أو قفقلو أو أزل أما ليسين بالرحيو لو تركيد على المادة تبقى نقول كرتا أو أظلم أما إن ظلميو أو أظلم أما لا يظلميو أو أجهل أما إن جاهل ما فرو أو يجهل علي أما لا يجهل من فرو يعني وقف إن كحد قلبه إذا هذا كان من قليا حديث صحيح رواه أبو داود باوري والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة وهنا كوري أسانيد سجن وصحيح. قال الترمذي حديث حسن صحيح هذا لفظ أبي داود لفظ كان وكي أبو داود. العاشر حديث طبنات عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال له فيه من قال قف كير هذا يعني إذا خرج من بيتي ولجي إذا ما بقول يسكب حياته بسم الله إله مجلسا كب الله توكلت على الله إله ما أنت لا صارت ولا حول حيلات حيلات مجدت ولا قوة أودنا مجدت إلا بالله إلهي مويانا إلهي من بحيلات أول لك حلا وتوفيق يسوم ويتهيئ مويانا مرقفك انت غير هذا بسم الله توكلت على ولا حول ولا قوه الا بالله مرك يقول كبعيس يقال له وحل ليها ملك باكله هديت والو هنوني وكفيت ولا كافي ووقيت والو الى لي خلاص حرسي علس باكو حرم وتنحى عنه الشيطان شيطان كان مكفك هذا مرك ما لك صدام واحد بعت الى وكا الى لنيا. رواه ابو داود باوري والترمذي والنسائي وغيرهم انتوا باي وريا. وقال الترمذي حديث حسن. زاد أبو داود قدر فيقول وحو له يعني الشيطان شيطان كيف وحو كله لشيطان آخر شيطان كالوحو كله كيف لك برجل أمحات كقمان كرتان قد هدي لهنونية وكفي لكافية وقيل إلى لي من كان كمدعي كرتان إسكب داي وأن أنت يري أنت أنا والله بلان قاد مركز سد حرمات بأسوك هتقيس الهداية والكفاية والوقاية. الهداية إن إلهي كهنوني والكفاية إن إلهي سبحانه وتعالى كوفي الله والوقاية إن إلهي كو إلى لي أنتم بعد هليسا. حديث أبو دم بابك حديث سديتني أفرادنا عن أنس رضي الله عنه قال وحيري كان أخواني حاج إلى الله ولا له على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقت النبي الله بن إن أوضع شيء بعد جديد وكان أحدهما لا من متكمله الله ولا له ولا شيء متكمله يأتي النبي النبي يقول من جري والآخر كان كلنا يحترف مع سونا شقي سوسول أحسن جري وسوا شقي سنجري يحترف معنى يكتسب شقو راس سنجري فشكى المحترف كي شقين جري أو بيلك وسوا جري جري بعو ودعوا ذي وكدعوا ذي أخاه ولا الكيس للنبي وغير دعوا ذي وكعوا ذي وحي الرسول الله نك كان ما شقي ساني وبا شقي الكاس كف دي أنا وحو كان أنا أدل ساري عال علي دبندا ونك كان فقال بحر لعلك وحالك يا با أديغاس ترزق إن لغو أرزق به سلسلتيس شلمات كيوحا الموسى الديبا منك ماشا وحسينيس. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم يحترف حلقه ولا يكتسب ويتسبب وصاد على صداقه حديث كان عجائب تيسو ليه ورنتي دقنين بشارة بقويها ضدك ضد كبيرة وضعنا ضدك ما لها نجوغة أي ضدك نوعا ما بعد الله معين دلبان أفركم يالا الدراء بقولك الدولار لو هذا بقول إلهي كاسو قادة أدرتيد وأنا نضدك كوم من الشيغانين أدنا وأركين هذا وحترتيد محايا إلهي سبحانه وتعالى ضدك أدرتيد وكوسو ديبه هذا دير الله يمحا بلغي أن يسوك سوق لي لهم هذا بيلك هذا دير الله يمحا يسوك سوق لهم بلغي يابا مالبركة دير يسيد معنى ذو محايا وحي إلهي كوسو ديبه أدنا معيش كون نقونا يا إلهي سبحانه وتعالى كسيني مركوا إن هذا حديث كان مفعل لعلكم ترزقون بضعفائكم حاب الله جيّا وإن لن يكون أرزق كونا تاكتا داران إقوليها يدين جوغا قد مركو كليجي شقيه ومسلانتا آني شقيه ونوصن لهن أنا وحكينا إيو مركي كليجي وشقيه أولاد آني شقيه ونوصن وحسو أركين إمركو بيل كديرو وغو داد كان بان نين انتاسو قف قرام كوذو طبان قف شان قف انت قوليها جوغتا إله أدو كوسو نيبه وحال الله جيّا ما أنت هدي سميش جوغي لهن أدنا إن هذا الشيء لنكو صرتين إذن هل كان مركا وإن النعمة يستيد ومركي آد أركتيد قف وحكاقة تبهن هذا الشيء إذا نعمة قف وحكاسو إنا دهشيت بابا نعمة قف كوكو تلقشن ومر بكسوك بشي إنا دهشيت ونعمة وأنا لورج الوسط الماني ما يسد كصحابة وكدونا كان أنا يمر كان واحد بحي وحنسكو أركان واحد قبت هل كدتك كلا أيو أركي جيرين إنا إياك وحلا قبت مركا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوص وحكوسو أروت لورج النصوص محته مركو وحقبته
inuu arkay qofka kan wax loo qabanayo inuu isaga waxtaray. Maxaa la yidhi markii Yaziid ka waran, markii la yidhi wuxuu yidhi ninka isaga wax ka sugaya inuu caawiyo, yacni isaga kaga dadaal badnaa. Yacni matalan nin baa albaab kuu taagan wax kaa raba, waa inaad adiga xoog gelisidaa ninka ku arkay wuxuu siin lahayd, sidoo isaga xoog kuu gelinayo inuu adiga ku arko wax ku weydiiso. إذن معناها ومعناها أي فهمين ذكي هراء سلف هذه الأمة وإلهنا وبالله توفيق.